مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لكي نتعرف على أهم أحداث هذا الأسبوع. قام مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي كالتنت التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة بتنظيم مؤتمر بعنوان ديجيتال ميوزيوم إكسبو، وذلك بمركز المؤتمرات بالمكتبة. ديجيتال ميوزيوم اكسبو او معرض مؤتمر ومعرض المتاحف الرقميه او التخيليه، ده احد فعاليات مشروع في ماست، احد مشروعات المموله من الاتحاد الاوروبي. خلال المشروع في مخرجات كتيره خرجت من المشروع، بعض الدراسات، التوصيات، ازاي المتاحف تقدر تحصل على متاحف افتراضية، ازاي تقدر تشغلها وصيانتها وكل المشاكل والمصاعب اللي بتواجه قطاع المتاحف في استخدام التكنولوجيا والزائرين وهكذا. في اخر المشروع، احنا في اخر سنة من المشروع، اخر المشروع في مخرجين رئيسيين. المخرج الاولاني هو مفاتيح روما، ده معرض متحف تخيلي. المخرج الثاني هو الديجيتال ميوزيوم اكسبو، ده عبارة عن مجموعة من المحاضرات على مجال يومين بتتكلم عن التكنولوجيات الحديثة اللي بتستخدم في المتاحف، بداية من ايه التكنولوجيات الحديثة ديت، ازاي نقدر نوظفها في المتاحف، انواع التكنولوجيات اللي ظهرت بالذات مع البورتبل ديفايسز الجديدة اللي هي زي الموبايل سمارت فونز والتابلتس وهكذا، الاوجمانتد رياليتي او اللي هي اضافة صورة طلع من الكمبيوتر على الحقيقة اللي احنا بنشوفها. في اكتر من محاضرة اتكلمت عن الاوجمانتد رياليتي. الى جانب ذلك، في بيصحب المؤتمر معرض، المعرض دوت في بعض المخرجات اللي خرجت من مشروع في ماست، بعض المخرجات اللي خرجت من الجهات اللي بتعمل في هذا المجال في المكتبة، من مركز توثيق التراث وأليكس مانت، إلى جانب دعينا بعض الشركات الخاصة تيجي تعرض منتجاتها بحيث أن يتعرف مجال المتاحف ومجال التراث بهذه المنتجات. وفي نفس الوقت جزء من الشركات دي بيعمل بعض البرزنتيشنز اللي موجودة في المؤتمر. بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الأديبة الفرنسية فرانسواز ساجون، أقام مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية احتفالية بهذه المناسبة بالمسرح الصغير بالمكتبة. Terrifiant.
احنا مركز الانشطه الفرنكوفونيه متعود ان احنا بنحتفل بكتاب او ادباء او علماء فرنسيين او من دول فرنكوفونيه. الفكره النهارده ان احنا كنا بنحتفل بمرور 10 سنين على وفاه فرانسوا ساجان، كاتبه فرنسيه مشهوره من اشهر اعمالها بونجور تريستاس. قدرنا ان احنا نحتفل بيها بشكل مختلف النهارده، بمعنى ان احنا دعينا مجموعه من طلبه المدارس الفرنكوفونيه في اسكندريه من المرحله الاعداديه والثانويه ان احنا ندربهم لمده اسبوع من يوم السبت ليوم الخميس على مسرحيه من مسرحيات فرانسوا ساجان اللي هي بونور امبير اي باس باللغه الفرنسيه، وقدروا ان هم يتدربوا مع شانتال دافيد اللي هي جايه لنا من فرنسا. مرنتهم لمده اسبوع، والنهارده كان العرض نتيجه التدريب اللي هم اتدربوه عرضوه النهارده على الجمهور، وكان الحمد لله ناجح. Voyez vous balancer la tom, dit la vidom, fait la vidom, une mélodie de péronum banam, valse la dame, et la vidom, elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oh yes, bonnie, dans le ventre. Pas de pique, dame de peur, valet de peur, roi de pique, dame de peur, Ma venue ici a été soutenue par l'association François Sagan et notamment par son fils unique, Denis Westhoff, qui, après la disparition de sa mère, quelques années après, a décidé de revaloriser toutes les œuvres de François Sagan. Donc il a monté une association qui délivre même des prix pour les écrivains qui sont les écrivains en herbe, on va dire. Donc lorsque le docteur Marois m'a demandé de faire une mise en scène d'une œuvre de Françoise Sagan, j'ai proposé Bonheur, Impair et Passe, donc la pièce que les élèves ont jouée. Il y avait à peu près une trentaine d'élèves que les élèves ont joué. Pourquoi cette œuvre? Il me semble qu'elle parle de thèmes qui peuvent peut-être toucher les gens d'Alexandrie et plus généralement les Égyptiens. On parle du rapport entre l'homme et la femme. On parle de la femme qui ne peut plus supporter le comportement de son mari. En effet, son mari tue tous les hommes qui la regardent de trop près. افتتحت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان في القاهرة معرضاً لصور رحلة الحج من القاهرة إلى مكة المكرمة عام 1908 ميلادية. معهد الدراسات الشرقية للدومينيكان في القاهرة عندنا مكتبة كبيرة جداً، وفي مجموعة أرشيف خاص بالمعهد. أنشئ المعهد في الخمسينيات، والدير اللي هو موجود فيه أنشئ في الثلاثينات. لما فتحنا الأرشيف، الأب جان جاك اللي هو مدير المعهد السابق من قبلي اكتشف مجموعة صور اللي هو السلبي نجارف على إزاز، يعني صور قديمة جدا فريدة جدا، يعني ليس لدينا أي مجموعة صور أخرى. ولما فتحناها واكتشفناها واكتشفنا إنها صور للحج، فاستغربنا أصل ما عندناش إحنا مجموعة مصورين في الدير. فابتدينا نبحث عن أصل هذه الصور، اكتشفنا إنه مؤسس الدير الأب أنتونان جوسان هو كان مستشرق شهير جدا في القرن آخر 19. هو كان متخصص في القبائل البدوية، قام برحلات استكشافية في الجزيرة السعودية، في بيترا، في سوريا. كان بيتكلم كذا لهجة بدوية، هو اللي تقريبا جمعها من واحد صاحبه كان قنصل بريطاني هندي الأصل
محمد الحسيني. فما بنعرفش إزاي المجموعة دي وصلت في إيد الأب جوسان، قد يكون هدية من القنصل محمد الحسيني لصاحبه أنطونان جوسان، مهتم بالتراث الإسلامي وبالرحلات الاستكشافية في الجزيرة العربية. المعرض دوت بيحتوي على مجموعة صور رحلة الحج من خليج السويس لمكة. استخدمنا حاجة من القاهرة ونصبنا معرض اللي هو عبارة عن باختصار يعني 80 صورة اتبعتوا من فرنسا للترميم، 53 منهم اتكبروا عشان يتعرضوا في المعرض دوت. وابتدى الاحتفال النهاردة بكلمة من الممثلين لمؤسسات الثلاثة، الدكتور سعيد عبد الغفار رئيس منطقة الأزهر في اسكندرية نائبا عن شيخ الأزهر، رئيس معهد الدومينيكان، ومهندسة هدى ميقاتي رئيس قطاع التواصل الثقافي. وكان من اللطيف جدا ان دي كانت صورة مجسمة زي مكتبة اسكندرية بوتقة للحوار، هي المكان اللي صب فيه الدومينيكان مع الأزهر والتلاتة اتكلموا في مفهوم الحوار. فده اللي كان شاغل جدا في المحاضرة، انه الرهبان اتكلموا من منظور مسيحي على فكرة الحوار الانترليجيس ديالوج، الأزهر وكلاء الأزهر اتكلموا على فكرة الحوار منطلق الفلسفة الإسلامية، وفي النص كان في ممثلة مكتبة الإسكندرية دوت يفكرنا دايما ان احنا بلاتفورم لأي حوار او ديالوج. قلت ان هذا الشرط اذا فقد فقد الحوار ولا ثمرة. اذا ما كانش عند اللي هيحاور، اذا كان فرد مع فرد او جماعة مع جماعة او مؤسسة مع مؤسسة فلا داعي للحوار بداية. اذا لم يكن هذا الشرط موجودا، ايه هو الشرط؟ عرفوا ان في هذا الكتاب اسمه الفروق ومنع الترادف، ذكر 156 فرق، يعني الفرق بين الكلمة والكلمة أدق من السيف وأحد من الشعر، أو أحد من السيف أدق من الشعر. فروق يعني الفرق بينها حساس جدا، لما يقول الفرق بين المجادلة والمحاجة. لو قلت المجادلة أنا لي فكر إذا كان روحي أو فلسفي أو إيماني ولي فكري، لو جئت من بيتي ولي اعتقاد معين هذه المجادلة، لك رأي ولي رأي، أنا جئت لأكسر رأيك وأنت جئت لتكسر رأيي، هذه المجادلة وهذا هو مطروح على الساحة الآن، فلا نصل إلى ثمرة من وراء هذا النزاع. مشاهدين الأعزاء، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.